عندنا ايه دلوقتي في السايت بتاعنا، ان احنا نخلي الايمجز دي لينكات لفيسبوك وهوت ميل ويوتيوب. نعلم على الايمج بتاعت الفيسبوك وهتيجي على البروبيتس ويندو، ولو ما كانش مفتوح عندك هتفتحه بطريقه من الاثنين، يا اما هتدوس كليك على بروبيتس هنا، يا اما هتيجي على المنيو بار وهتدوس ويندو وهتعلم تشيك على بروبيتس، هتلاقيه فتح معاك. وهاجي على لينكس بعد ما سلكت عملت سلكت للايمج، هاجي على اللينكس وهكتب العنوان اللي انا عايزه يروح لي لما ادوس على الصوره دي. ولو كنت فاكر ان انا كنت عايز افتحها في بيج جديده، فهاجي على التارجت واخليه بلانك. ولو جيت اتعلمت دلوقتي بقى على الفيسبوك وجيت على الكود وبصيت عليه، هتلاقيه هو اللي عمله ان هو ضاف الاي تاج وحط في التارجت بلانك عشان يفتحها في بيج لوحدها او في تاب لوحده. يعني لو رجعت للديزاين فيو هعمل اللي انا عملته ده مع الهوت ميل ومع اليوتيوب، التارجت بتاعها بلانك. كويس قوي، تعالى على التارجت بلانك. لو سيبنا الكلام ده وعملنا له تشيك على اي براوسر هيفتح معانا فايرفوكس. لو واخد بالك ان انا لسه ما عملتش تايتل للبيج بتاعتي. طبعا التلاتة سايتس المفروض يفتحوا في تابات جديدة. ناقص لنا هنا ان احنا نعمل لينك تو بيج 2، فهنزود بس نقول لينك تو بيج، وهنيجي هنا بقى هنعمل انترنال لينك. احنا عايزين نعمل لينك البيج 2 اللي هي موجودة معايا في نفس الفولدر، ففي حل من الاتنين، يا اما تيجي هنا تكتب اسم البيج وتكتب الاكستنشن، يا اما تيجي على الفولدر ده. يعني لو انت مش عايز تكتب اسم البيج ممكن تيجي على الفولدر ده يفتح لك الفولدر بتاع الويب سايت بتاعك، فهتعلم على بيج 2 وهتقول له اوكي، فهتلاقيه هو كتب لك الاكستنشن وفعلا بقت لينك. فلو جيت على الكود فيو، تعال نشوف الكود فيو بتاع الكود ده. زي ما انت شايف كده، كل اللي هو حاطه ان هو حاطه في او حط اي تاج وحط اتش اف هايبر ريفرنس لبيج 2.html، ولينك تو بيج 2 هي دي اللي انا بدوس عليها عشان اوصل للهايبر ريفرنس ده. فزي ما انت شايف الموضوع بقى سهل قوي، وكل ما ده عمالين نبني طوبه فوق طوبه وكله قايم على بعضه، فما تفوتش حاجه الا وتكون فاهمها كويس. توفيق ان شاء الله.